الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. مقصود الترجمة في قوله، نعيد الترجمة مرة في باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. أيام التشريق ذكرها الله عز وجل فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي 13 و14 و15، هذه هي أيام التشريق. وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون، كانوا يجعلون اللحم أوصالا ويجعلوها في الملح ويشرقونها، يعني يعرضها ليش؟ للشمس، لكي يحدث لها أنها تيبس فتستخدم على المدى الطويل فيما يسمى القديد في بعض البلدان كما في بلاد المغرب العربي، ويسمى القديد. ولذلك النبي يقول للرجل لما أصابه الفرق والخوف، قال: هون عليك، فما أنا إلا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. فهذا هو القديد، القديد اللي هو عبارة عن أوصال اللحم تملح وتترك في الشمس حتى تيبس، فتوضع بعد ذلك يملحون به إدامهم وطعامهم. وأنا أكلت، لما كنت في الدراسة وكنا في السكن الجامعي بعد عيد الأضحى، كنا ننتظر يأتي الشباب من عند أهلهم معهم القديد، ويظل معنا فترة طويلة تأكله نيئا وتأكله مطبوخا. أيوة، لحم مملح. ويسمى، آسف في هذه الكلمة لكنها كلمة لغوية صحيحة، ويسمى في بعض البلدان كما في السودان يسموه الشرموط. ها؟ أيوة، ويسموه عندكم في بلادكم هكذا، وأيضا في بلاد الحبش يسموه الشرموط. ها؟ كيف؟ أنا ما أعرف الدندن الأندلسي ما هو، لكن هو بهذه الصفة، يكون عبارة عن لحم أوصال طويلة ومملح وييبس ويبقى فترة طويلة، يوضع مثل المرق فين؟ في الإدام، الملوخية، البامية، أي شيء، ويطبخ معها، فلما تأكله تجد له طعم جميل وقطع لحم صغيرة، واسمه القديد. أي ممتاز، هو هذا المعروف، هو أصلا يوضع في هذه الأيام، سميت أيام التشريق من أجل هذا. اليوم 11 يسمى بيوم الرؤوس عن يسيرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الرؤوس أوسط أيام التشريق. اليوم 10 يوم النحر، يأكلون اللحم ويبقون الرؤوس فيرجعون إليه في اليوم 11، بعد ما يكونوا أكلوا اللحم وانتهوا منها يبقى الرؤوس يرجعون، فسمي بيوم إيش؟ بيوم الرؤوس، الذي يأكل فيها رؤوس الهدي والأضاحي، سواء كان رأس حسيل أو رأس بعير أو رأس شاء أو رأس معز، فسمي بيوم إيش؟ الرؤوس. ثبت للنبي أنه خطب 4 خطب، خطب عليه الصلاة والسلام قيل في اليوم 7، وخطب في يوم عرفة، وخطب في يوم النحر، وخطب في يوم الرؤوس اليوم 11 عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ذلك. أيام البيض هي 13، والرابع هي أيام البيض هي إيش؟ معذرة، أيام البيض هي 13 و14 و15، أيام التشريق هي 11 و12 و13، لعلني أنا وهمت في بداية كلامي فقلت أيام التشريق الثلاثة، لا، أيام التشريق 11 و12 و13، واذكروا الله في أيام معدودات. وأيام البيض 13 و14 و15، ولعلي أنا أردت أن أقول أنه يشترك ما بين أيام التشريق وأيام البيض يوم الإيش؟ اليوم 13، ويحرم صيامه إجماعا، حنابلة وحنفية وشافعية
وأحناف، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، إلا لحاج لم يجد الهدي. ولذلك جاء عن أبي المليح عن نبيشة الخير الهذلي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق، وقال أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله. وعن ابن عمر في الصحيح قال لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لحاج لم يجد الهدى. قال ربنا عز وجل فصيام ثلاثة أيام فحج وسبعة إذا رجعتم، إذا كنت حاجا متمتعا أو قارنا ولم تجد الهدية يرخص لك تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث إيش عشر، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما أنت حاج ولست متمتعا ولا قارنا، يعني مفرد ما عليك هدي، أو لست بحاج وتيجي تقول أنا متعود أصوم أيام إيش البيض، كما صح من حديث أبي ذر وأبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام أيام البيض الثلاثة عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكن هذا إلا في ذي الحجة، إلا في ذي الحجة يحرم صيام الثالث عشر من ذي الحجة إلا لما ذكرنا آنفا. جاء عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يصومونه، قال أهل العلم كما نقل ابن حجر ولعلهم لم يصل إليهم الحديث، ما سمعوا به، ولو سمعوا لانتهوا إليه، ومن علم جملة على من لم يعلم. وحديث نبيشة الهذلي عند مسلم، وحديث ابن عمر عند الإمام إيش البخاري. وقال شيخنا الشيخ بن باز قال من كان معتادا أن يصوم ذلك فليصم الرابع عشر والخامس عشر ويأتي بيوم ليأخذ حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم إيش تعدل صوم الدهري. إذا أنت متعود ما في الرابع عشر تصوم، الخامس عشر تصوم، وتأخذ لك كمان إيش اليوم السادس عشر مثلا لتكمل به ثلاثة أيام من كل إيش من كل شهرين. هذا بالنسبة لهذا. طيب قول ربنا تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات اللي هي إيش عشرة العشر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام إيش التشريق، والحج أشهر معلومات اللي هي ذي القعدة وذي الحجة وعشرة من ذي القعدة شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة. إذن عندنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشتمنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن هنا قال أهل العلم ومن ذبح الهدي ولم يتصدق بشيء منه ولو مقدار أوقية ضمنه، لأن ربنا قال وأطعموا القانع والمعتر، القانع الفقير اللي هو لا يسأل والمعتر الفقير الذي يسأل. لو أنت ذبحت الذبيحة، الأمر هنا يفيد الوجوب، لو أنت ذبحت ذبيحتك الآن في رمضان في 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 ذي الحجة ولم تتصدق بمقدار أوقية، الأوقية اللي هي 200 جرام 5 كيلو، قال أهل العلم وذكره ابن قدامة واختاره ابن باز اللجنة الدائمة والشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع قال يضمن تشتري، تروح تشتري لك كيلو ولا ربع كيلو ولا 200 جرام وتتصدق إيش تتصدق به. هذا في خاص في الأضاحي، أما في العقيقة فلا يشترط ذلك. طب ليش في الأضاحي ربنا قال وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، وذكرتها يوما الأيام الماضية ذكرتها في أحد المساجد في، فوقف علي رجل قال يا شيخ طيب أنا ذبحت الذبيحة وعزمت الجماعة وأكلتهم. قلت له دول جماعتك ربعك، أنت لم تنوي والأعمال لابد فيها من إيش من النيات، وما نويت إنها وهذول لا تصح عليهم الصدقة، إن هذول كلهم ما شاء الله مقرشين وكذا، لو جيت قلت لهم تعال أنا بصدق عليكم بأكلكم والله ما جاك أحد، صح ولا موسى؟ الصدقة تذهب بها للقانع والمعتار، تذهب بها للفقير ليش
المحتاج، ولكن لا ليس أنك تدعو ربعك فقلت له جزاك الله خير على ما فعلت، لكن تروح تشتري لك الآن كيلو نص كيلو تروح تعطيه ليش؟ تعطيه لي أن تعطيه لفقير. إذا عرفنا الآن أي متى الشيخ يسمى قريز الشيخ؟ طواف الداء أكمل الترجمة. وطواف في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وطواف الوداع. وطواف الوداع وينهى به أعمال الحج. فتكلمنا عن أيام التشريق ولماذا سميت بذلك وما هي، تكلمنا عن الأيام البيض، وتكلمنا عن الأيام المعدودات، وتكلمنا عن الأشهر المعلومات والأيام الإيش المعلومات. نعم. وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى. إذا تيسر له ذلك، نحن قلنا أعمال يوم النحر الرمي والحلق والذبح أو النحر وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن عليه سعي كمتمتع أو لمفرد وقارن لم يسعى مع طواف القدوم وهو سنة، هذه أعمال إيش يوم النحر إذا تيسر له ذلك. إذا ما تيسر له ذلك ممكن يأجل طواف الإفاضة لآخر أعمال حجي أو يجعله في أثناء أيام إيش أيام التشريق. نعم. فيبيت بها وجوبا لحديث ابن عباس قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. أيوة نعم. رواه ابن ماجه. ولذلك قالوا أهل السقاية والخدمة والحراسة يعني يتجوز في مبيت فين بميناء، أما ما دون ذلك لابد أن يكون موجود في ميناء من يوم عشرة لحد انتهاء أعمال حجه. نعم. فيبيت بميناء ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. يوم عشرة ليلة 11 ويوم 11 ليلة إيش 12. نعم. ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع. نعم. بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. الشيخ بن عثمين يقول كلام جميل في فتوى نور على الدرب، قال والقصر للسفر والجمع للمشقة. قال والقصر للسفر والجمع للمشقة. والقصر للسفر ما كان في مسافته وزمنه، يعني 80 كيلا فأكثر وثلاث أيام فأقل أو 4 أيام فأقل إقامتك. والجمع يعني تجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا للمشقة. وفي ميناء ما في مشقة لأنك أنت إيش مستقر على صعيد إيش ميناء، ولذلك يوم الحادي يوم الحادي عشر يسمى يوم القر. قال عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر، للناس إيش يستقرون على صعيد ميناء. نعم. لحديث جابر الرب. ومن هنا قال الشيخ بن عثيمين قال ويجوز الجمع ولو من غير سفر، ولذلك عن ابن عباس جمع النبي فين في غير خوف ولا سفر ولا مطر أراد ألا يحرج أمته. إذا في مشقة طبيب داخل من صلاة الظهر حيطلع على صلاة المغرب في عملية، وحفظ النفس من ضرورات الإسلام الخمس من ضرورات الشريعة ولا لا، هنا ممكن يجمع الظهر مع ليش يجمع الظهر مع العصر. ويرمي الجمع غير قصر إنه ليس مسافر، فاحنا قلنا القصر للسفر والجمع للمشقة. ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. نعم. لحديث بعد الزوال، وهذا هو الصواب وهذا هو الواجب وهذا هو الذي عليه الأدلة. وانظر إلى هذا الحديث، نتحين الزوال لرمي رسول الله فنرمي معه عليه الصلاة والسلام. تساهل في الترخص مثل هذا خلاف الدليل. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. ولو كان الرمي قبل الزوال أكان يعجز أن يفعله عليه الصلاة والسلام؟ والبيان لا تأخر عن وقت الحاجة، والقاعدة الأصولية تقول ما كان معمولا به ومتيسر العمل به ولم يفعله النبي فالترك هو الإيش لا هو الواجب. النبي اللي خلاه يرمي يوم النحر ضحى وهو جاي من فين؟ وجاي من مزدلفة مع وتعبان عليه الصلاة والسلام ومعه 120,000 من الحجاج، كان لو الآن الوقت يتأخر عن ذلك لأخر ولا ما أخر النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هم في ميناء جالسين على صعيد ميناء وكلهم في رحاله وينتظر لحد ما يأتي وقت إيش الزوال. فدل ذلك على ماذا؟ أن هذا الوقت هو المتعين، أن هذا الوقت هو
المتعين. والنبي قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فضل. رواه الجماعة. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. شوف هم جالسين اللي في الحر واللي في بيت شعر لا مكيف ولا شيء مثل ما نحن الآن في المخيمات والراحة صلى الله عليه في طاعته انتظروا ذاك الوقت ولا شيء يجنهم من الشمس والضح والقيض لكي يرموا. فلو كان رمي قبل ذلك أولى بالفعل أو يجوز فعله لكان إيش رمى ولا لا كان رمى. والمشقة تجلب التيسير. نعم. رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث حيث واضحة والقواعد الأصولية تتفق معها. الآن أكان يعجز النبي أن يقيم له مولدا في حياته عليه الصلاة والسلام؟ إذن ما كان فعله كائنا وميسرا ولا يمنعه مانع، والنبي لم يفعله، دل عليه أن الفعل حرام وأن الترك هو لماذا هو الواجب. نعم. حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله وقال وهذا وقت ابتداء. ويجوز في الرمي جمع التأخير لا جمع التقديم، يعني لو ما رميت يوم 11 ولا رميت يوم 12 وأنت متأخر ترمي يوم 13 تبدأ ب 11 وبعدين 12 بعدين إيش 13. لكن ما ينفع تقول حرمي يوم 11 ليوم إيش ليوم غد، لا يجوز فيه جمع التقديم، لكن يجوز فيه جمع إيش جمع التأخير بعذر طبعا أكيد إن الإنسان نعم بيعذر في ذلك. نعم. وقال خذوا عني مناسككم. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. نعم توقيفية لابد فيها من الدليل والحظر حتى يدل الدليل. نعم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى. إذن السنة أن تذهب إليها ماشيا ومن ركب فلا حرج. نعم. فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. أيوة تلي منى مسجد الخيف قريبا من مسجد الخيف. نعم. فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة الله أكبر. ثم قالوا في الرمي أن تجعل الجمرة الأولى اللي هي الجمرة الصغرى عن يسارك ثم بعد ذلك تأخذ يمين الجمرة، وقالوا وإن رماها من أي اتجاه جاز، وفي الثانية عكس الأولى أن تجعل الجمرة عن يمينك ثم تأخذ عن إيش يسارها وتدعو، الأولى بعد دعوة الثانية بعد الثالثة أن تجعل منها على يمينك ومكة عن شمالك والجمرة تلقى وجهك ولا دعاء بعدها، العقبة دائما في ولا دعاء. نعم. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه. والدعاء هناك مظنة الإجابة ويدعو دعاء طويلا. نعم. ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. الله نص ساعة إلى 45 دقيقة. ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل. رأيتم الأولى تأخذها على يمينك الثانية عن إيش يسارك. نعم. فوقف مستقبل هذا استحباب طبعا كله الوقفات هذا استحباب. نعم. ومع الرمية تكبر مع كل حصاء وتحرك يدك الله أكبر وتلقي بها. تجد بعض الناس يسب ويشتم وحذيان تضرب وانت اللي فرقت بينه وبين مراتي هذا انت وش فوقف مستقبلا. كنا في احد الحجج وما ادري واحد ايش وقع منه في الجمره ذاك الوقت، الجمره ما كانت بهذا العمق اللي نحن فيه يعني،
وسبحان الله ظهر، الحق الشيطان ظهر ونزلت فيه حجارة الله يعينه عنه، الحق الشيطان هو ظهر الشيطان، ايش تدخلك يا اخي سيما الله. ها ها كيف فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. ومن البدع والمخالفات وهي تطيب الحصى وغسله وتعطيره إلى غير ذلك. نعم. إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة. نعم. فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة. ومن هنا أخذ العلماء أدلة على أن ما يفعله الناس من الدعاء بعد الصلاة من البدع، وأن يتعمد ذلك، كما قال شيخ الإسلام، كما قال ابن القيم، قال: أرأيت إن كنت في حضرة الملك أتعرض حاجتك أم تنتظر بعد أن تخرج من حضرته؟ ولله المثل الأعلى، أنت في الصلاة في حضرة الملك اعرض حاجتك، وفي السجود قم من أن يستجاب لك من رواه مسلم، ولا بعد ما تغلق ترفع يديك. نعم. ودائما بعد انتهاء العبادات استغفار وليس دعاء، تجد في الشوط السابع النبي لما غلق الساعي خرج من باب المروة، لا تجد بعض الناس ما يدعو في كل الأشواط إلا فين؟ في السابع، خالف السنة، مع أن الدعاء يكون في كل الأشواط إلا في السابع. نعم. وهكذا كل العبادات. نعم. فلما ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا ربكم. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. نعم. أحسن الله عليك. فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كان سنته في دعائه في الصلاة إذا كان يدعو في صلبها. انتهى. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منا قرب مسجد الخيف. الترتيب واجب، فمن فقد الترتيب لا يصح رميه على الصحيح من أقوال أهل العلم، فعليه أن يرجع مرتبا إياها. نعم. ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وهي لأنها كانت في جبل. كانت فين؟ كانت في الجبل. نعم. وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض. نعم. سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل وكبير السن. أحسن الله إليك. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن توكل. ولا بد في التوكيل أن يكون الموكل حاجا. لا توكل إنسان يعمل فين؟ في الحملة أو ليس بحاج، لا بد أن يكون حاجا. فإذا انتهى من رمي لنفسه رمى عن موكله. نعم. يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها. يعني الآن أنت الآن عند الجمرة الأولى ترمي عن نفسك وتدعو، ثم ترمي عن مستنيبك، ثم تذهب إلى الساء وتدعو لا وتدعو الثانية. وإذا جعلت الدعاء واحدا فرميت عن نفسك ثم عن مستنيبك ثم أخذت عن يمين الجمرة في الصغرى ودعوت لا مانع، ثم فعلت ذلك في الوسطى وهكذا، ليس أن تذهب تأخذ الصغرى الوسطى الكبرى لنفسك ثم ترجع تأخذ الصغرى الوسطى الكبرى ليش؟ لمستنيبك. نعم. لما في ذلك من المشقة والحرج. والمشقة والحرج مرفوعان، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. والحرج في أيام الزحام والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله.
ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاثة بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في اليوم الثالث عشر، هذا مبني على فتح الطرفين، ألفاظ العقود من 11 إلى 19 تبني على فتح الطرفين، أحسن وإن الله. سبقها خافض. نعم أحسن الله إليك شيخ. في اليوم الثالث عشر، ولأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض، لو قدر أحسن الله إليك شهر، لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، ولا يمنعها الحيض من ذلك لأن السعي لا يشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، فكما ورد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا من أساليب العموم، وعليه أن أهل جدة يجب عليهم طواف الوداع، لأنه لم يخصهم هنا بماذا؟ بأنهم كأهل مكة لا وداع عليهم، ينفروا من كل وجه، هذه كل ألفاظ إيش؟ عموم، ويبقى العام على عمومه والمطلق على إطلاقه حتى يخصص أو يقيد، وما فينا التخصيص لا جدة ولا تقيد. فالصواب من كلام أهل العلم أن عليهم طواف الوداع. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف. تصدر يعني تسافر، تخرج يعني تمشي من مكة. نعم. أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت والصدور والورود، الصدور الخروج والورود القدوم. نرد الماء صفوا وغيرنا يرده كدرا وطينا. نعم أحسن الله إليك شيخ. أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاض الصفية رضي الله عنها قال: حبستنا هي أطافت للإفاضة؟ قال: نعم. قال: فلتنفر إذن. عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ينتظر حتى تنتهي. الإفاضة كانت المرأة مختلطة بحملة أو سفر، أغلب الحملات لها مواعيد، يبقى عليها الإفاضة فلترجع لتفيض. نعم. اليوم الثامن عشر، اليوم الثامن عشر.
نعم الثامن عشر. بس ما تتحلل يا شيخ لو اذا لا يبقى عليها انها لا تجامع. ايوه لان خلاص هي قد تحللت التحلل الاول، والتحلل الاكبر فقط هو الجماع. التحلل الاول يجوز لها كل ما كان محظورا في عليه في الاحرام الا الجماع، فتجتنب هذا الامر. نعم. واذا طهرت طافت فبذلك تحلل التحلل الاكبر ان شاء الله.